لقد أكلتني الحشرات. نصحتك باستخدام السبراي قبل الرحلة. دعني أرى ما لديه. آه، محظوظ. أورجانيك. رائحة الليلك؟ لا، ألا يوجد معك غيره؟ إما الليلك أو استخدم طريقة جدك. القرار لك. لا أفضل الغابات. تعالي بسرعة، انظر ما وجدت. واو، هذا المكان رائع. ما؟ لو تقدمنا أكثر سنكتشف أشياء أقدم. يا للروعة والإثارة، حلمي أن أرى الآثار. علينا البحث عن الحديقة الأسطورية. لن أنام حتى أجدها. ما موضوع الحديقة الأسطورية؟ إنها مشهورة بنافورة أسطورية يحرسها عملاق حجري. تصدقين الأساطير؟ أنت تسخر من كل شيء. أوه هيا جوان، أمزح معك. انتظري، وجدت أحد الحراس. أوه لا، مجرد صخرة. جوان، لا تكوني بن، أنت بخير؟ أجل، شيء ما عرقلني. يبدو أنه لا يزال هنا. طفل؟ انتظر لحظة، الأكمام ممزقة، في الوجه بثور، العيون ضيقة. إنه تيمبكتو، لكنه طفل صغير. والأغرب من كل شيء أنه... كنت تقولين... أوه، انتظر قليلاً، ما الذي تفعله هنا وحدك؟ هاي، ولم العجلة؟ خذ هدية بسيطة. جدي لا، نحن لا نعرفه. إنه طفل صغير. لكنه بكتو، سيكون لنا عدوا. وربما يشبهه فقط. إنه هو. نريد الذهاب لمكان ما، ربما خلف الأطفال. هناك طريق بالتأكيد. حتى لو طفل، أنا لا أثق به. انظر، مبنى أثري حقيقي. تعالي. تعب المسكين وأنا تعبت. المسكين؟ نسيت أنه عرض حياة الناس للخطر؟ ثم بعدها ادعى البطولة؟ إن الأيام تكشف الغير صادقين. أوكي، وصلنا أخيراً. حسناً، لنرى ما في الداخل. تفضلين المباني القديمة؟ تفضلي. أنا أشعر بالروعة، المكان مذهل. أنا فعلاً. انتبهي، الحارس العملاق. أشعر بالروعة والرعب. المغامرة ستبدأ. اختبئوا بسرعة. من أين هتت كل القرود؟ القرود الحراس يظنون أن اعتدينا على حسنهم. يا عيني فيما أنا فيه الآن. لن أجري خلفك. أنت خبير مع القرود يا بن. أنا ملك الشمبانزي، سيعيش الدور. النافورة، يا للغرابة. مستحيل، نافورة الشباب الأسطورية. ماذا؟ هي مجرد أسطورة. وماذا خلف الأغصان؟ العملاق الحجري. أوهو، يشبهك في المستقبل. نكتة سخيفة. ما زلت تصدقين الأسطورة؟ والآن يريد بطلنا الصغير الدخول. ربما حل اللغز، فلندخل معه. مستقبلك ينتظرك.